مساء الخير عليكم يا رب الصحة وسلامة. للتوضيح، بعض البيجات ذكرت أن عمر سلاف 47 مدري 48 سنة، أنا عمري 35 سنة 17 واحد 84. في إحدى اللقاءات صار شقة بيناتنا نحن الضيوف فذكرنا الأعمار فصار من ضمن المسحة. شغلة ثانية والأهم، أنا بالنسبة إلي ما يشكل عدي أي اهتمام العمر، كنا يا ربي طولة العمر لكم، وإن شاء الله يا ربي كنا راح نوصل هاي المرحلة. أوكي، العيب إذا كان عمرك 45 سنة وتقول والله عمري 30 سنة، لو عمرك 35 سنة أو 25 سنة وتقول إن عمري 20 سنة. لا، أول شيء أنت كل ما تكبر كل ما يكون اختياراتك أصعب، وعلى الأقل من تروح تأخذ النصيحة من هيك عمر، أول شيء ما راح يكون بيها أي غيرة أو غل من عندكم، راح يطوكم النصيحة الصح وبمحلها. ليش؟ لأن بحكم التجارب اللي مروا بيها، بحكم الحياة اللي شافوها، راح يطوكم بدون أي مصلحة. فمو عيب إذا إحنا هيك عمرنا وتشرف، وإذا هيك شكل عمري 45 أنا بنعيم.